السلام عليكم، كيفكم؟ شباب ان شاء الله بخير. اليوم رجعنا لكم مقطع جديد بالحلقه الثانيه من لعبه روسيان كار درايفر واز هنتر. طبعا يا جماعه بالحلقه السابقه عملنا استعراض للعبه وقلنا لكم اذا بتحبوا نعمل عليها سلسله ونختم مهمات فاكتبوا لي في التعليقات. وطبعا يا جماعه اغلب الناس قالوا لي ان ختم اللعبه حلوه وان شاء الله رح تعجبكم مدري شو، فحبيت اعمل هذا المقطع وان شاء الله تعجبكم. طبعا اللعبه ما بتنزل على الايفون مع الاسف، بس بتنزل على الاندرويد حاليا، ورابط تحميلها بتلاقوا اسفل المقطع بصندوق الوصف. طبعا يا جماعه حاليا مثل ما شايفين نحن في هذا المكان، رح نمت هنيك وجيت رح اكل هون، رح نشوف شو رح يطعمونا. طبعا مثل ما شايفين اللاعب كتير جوعان، فرح ناكل شيء على السريع هيك نظبط له اموره. مثل ما شايفين في عنا كتير اشياء رح ناكل من هاي، نشرب شاي كمان. يا عين عليك، عبينا الكروش. طبعا يا جماعه بدايه لا تنسونا من الصلاه على النبي، لا تنسونا من اللايك اشتراك تفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل جديد، واهم شيء لا تنسوا على اخواننا في غزه. وبترككم مع المقطع ومشاهده ممتعه. حاليا يا جماعه مثل ما شفتوا بعد ما طعميناه ونومناه وزبطنا له اموره، بس هلا حاليا لازم نعمل شغله يمكن تلاقوها عيب شوي، بس الزلمه محصور يعني بده يدخل على التواليت، فهون ما في تواليت مع الاسف. فشو لازم نعمل؟ نفتح الشنتين مثل ما شايفين في عندنا هون زر السحاب، بس بنضغط عليه تفتح السحاب بهالشكل هذا وبتصير مثل ما شايفين قدامكم. طبعا بس من قربت على شيء حيط، هذا اورجيكم شلون حاليا عم بيظبط اموره. شايفين عم بيعمل بدي بهالشكل هذا مثل ما شايفين قدامكم. رح نوقف شوي هون على الحيط، نضغط هيك ببلش بفضي الخزان تبعه. اعذرونا يا جماعه بس هي وضع اللعبه يعني. ارتاح حاليا، رح نسرع نركب السياره ونروح على الحرف الفي عشان نختم المهمات. طبعا اورجيكم اياها على الخريطه مثل ما شايفين قريب علينا، في عنا بيت وما بيت وشغلات كثيره هون. فشغل السياره لقلك لك انطلق، حط حزام الامان اهم شيء. وينه؟ اي حزام الامان، بدل الكاميرا. يا عين عليك، خلينا نشد لمكان المهمه نشوف شو هي هالمهمه هي. طبعا المهمات هون في لهم وقت معين لحتى تقدر تختمن، بدكم تديروا بالكم شوي من هالقصه هي. ما شايفين قربنا على مكان المهمه على اليسار، اجتنا المطر كمان مشان نكيف. ديلو ايوه يا عيني عليك، والله سياره جباره يا جماعه. طيب ما راح اشغل المساحات، خلاص بنصف هون. طفي السياره، طفي طفي، يلا يلا طفي. زين خلينا ندخل على البيت قبل ما نتبلل، راح نضغط هيك مثل ما شايفين بلشنا المهمه على ما اظن. حاليا شو لازم نعمل؟ عبي لي لازم تجي لهون على الجراج. ايه راح نركب السياره يعني، ركبنا بالسيارة. شغل لي لقلك حزام الأمان أهم شيء. لا طيب عم بيقولوا لي راح تروح لمكان بعد 1 كيلومتر هيك حاطين على الخريطة، ورح نطلع مباشرة عشان ما نطول. تبوا لتعفسوا الدجاجات، في دجاجات في الطريق الفصة. طريقنا من هون وجين، قربنا 500 متر تقريبا، مو بعيد كتير. اوف شو هذا هون؟ غالبا رح نساعده لهذا. احيانا بتلاقي ناس في الشوارع فبيطلبوا منك مساعدة وكذا، فبتشوفهم. رح نشوف شو بده هذا اخونا بالله. وقف لك، عم بيقول لي غالبا عطت سيارته المحرك ومدري شو، بتقدر تساعدني ولا لا وكذا، ما بعرف. المهم صرفنا للاخ، حاليا رح نروح نرجع للمكان اللي محددين عليه 1 كيلومتر مثل ما شايفين. المكان رح نروح عليه غالبا من هون، لحظة لنشوف مكان قريب يبين عليه، مو بعيد. مثل ما شايفين جينا للمكان المحددين عليه، نوقف هون. طيب ننزل من السيارة، جينا على المكان المحددين عليه، رح ندخل لهذا المكان مثل ما شايفين.
شو راح ندخل؟ معلم دخلنا الله يرضى عليك. شو راح ندخل يعني؟ ها نط. طيب شو بده مننا؟ غالبا لازم ندخل لجوا كمان. جينا عند هذا العامل، نضغط عليه بهالشكل هذا. عم يقول لي ارجع اركب بالسيارة يمكن، مو هيك؟ عم ينتظرنا بالسيارة ولا ايش؟ طيب ركب بالسيارة مثل ما شايفين قدامكم، رح نركب غالبا رح نوصله لشي مكان. مرحبا حجي، شايفين؟ طيب لا لا لا، حيطط حزام الأمان؟ ما حيطط حزام الأمان، ليش؟ نطلع على الطريق من هون ما شايفين 2 كيلومتر. مثل ما شايفين يا جماعة الخير، جينا للمكان المحددين عليه. غالبا رح ناخذ عامل ثاني، الله العليم. رح نوقف هون، طفي السيارة. زين، طيب شو لازم نعمل يا معلم؟ رح نجي لعند هذا الحجي، غالبا رح ناخذه معنا يمكن. ايه لا تقول لي رح نركب كمان، ركبنا من السيارة مثلا، صاروا اثنين. شو عم نشتغل سيرفيس نحن ولا ايش؟ رح نلف ونرجع لورا مثل ما شايفين 4 كيلومتر لحتى نوصل للمكان المحدد. طيب يا جماعة الخير، قربنا نوصل على المكان غالبا هون ولا هون، ما بعرف. عم يدلونا هيك هالهنجار هاد مثل ما شايفين. رح ندخل على الهنجار، الله العليم شو رح نعمل. ايه ننزل يعني، ننزل من السيارة. شو لازم نعمل؟ غالبا رح نجي نحكي مع هذا الحجي، شو بده؟ مبينته متعهد أو مهندس أو هيك شيء، رح نشوف شو بده. ها رح نعمل معه مصارعة أو رح نعطيه مصاري يمكن. طيب رح نعمل معه مصارعة، نتقيتل معه. أيوه سرق خبوط لقلك، شو رح نخبطه؟ يلا خبطة 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 خالص، نزلناه فيرت على الأخير، قتلناه مثل ما شايفين. للمتعهد أو المهندس كان لازم لا أما تعطيه مصاري، لا أما لازم تتقتل معه أو تعمل معه مصارعة، فقضينا عليه مثل ما شايفين. رح نركب بالسيارة غالبا، وين رح نروح هلا؟ 3 كيلومتر رح نجي لهذا المكان شايفين، يمكن رح نوصله. غالبا هذا المهندس ياكل عليهم مصراتهم او ما بيعطوه مصاري اجره او هيك شيء. خلينا ننافسه شويكم. دعسناه كمان مشان تكمل معه، بس والله خلص لي دمي الله وكيلكم. هلا بنروح على المطعم ناكل نشرب نظبط امورنا. السياره شوي بطيئه بدها شوي تعديل، ان شاء الله رح اعدل عليها في الايام القادمه. في عندنا نقطة يا جماعة، أنا عن جد حبيت هي اللعبة لأن فيها أشياء تقدر تعملهم، يعني فيها مثل مبدأ لعبة الجي تي أي إنك تقدر تختم مهمات وتشتغل، وفي في شغلات عن جد ما عرفتهم لحد الآن، يعني مثل إنه بتكون ماشي بالشارع بتلاقي ناس بيطلبوا منك مساعدة وهيك شغلات، فهدول الأشياء هل يا ترى هن مهمات ولا إيش؟ فيلي بيعرف اكتب لنا في التعليقات مشان نعرف كيف رح نختمهم أو شو رح نعمل فيهم. وان شاء الله نعملكم عليهم مقطع. حاليا مثل ما شايفين رح نوصل 1 كيلومتر 900 متر تقريبا. هديله طبعا، اذا كنت ماشي بسرعه وخبطت في شي عمود او بشي سياره بيتاذى اللاعب، فديروا بالكم. غالبا رح ندخل من هون. جاء اخونا بالله، جاء. طبعا هي المرحله الثانيه او المهمه الثانيه اللي بتساويها. اكتبوا لي في التعليقات شو بتحبوا نسميه لشخصية اللاعب. انا برأيي نسميه فوزي او هيك شيء. اكتبوا لي في التعليقات شو بتحبوا نسميه، ان شاء الله بنسميه بالمقطع الجاي. حاليا مثل ما شايفين ختمنا المهمة بهالشكل هذا. وهلا يا جماعة قبل ما ننهي المقطع بدي اورجيكم شغلة، لحظة نورجيكم اياها كيف. طبعا بس جيت فتحت الشنطة في كاميرا، في عندنا هون سيلفي، بتقدر تاخذ سيلفي مثل ما شايفين.
تقدر تفتح الكاميرا هيك بالشكل. يعني عن جد فيها اشياء كثير حلوه، ان شاء الله راح نستكشف باقي الاشياء الثانيه بالايام القادمه. تحياتي لكم، لا تنسونا من الصلاه على النبي، لا تنسونا من اللايك، اشتركوا في الفيسبوك، تصحبوا كل جديد، واهم شيء لا تنسوا تدعوا لاخواننا في غزه، واترككم بامان الله وسلامه.